مش طابع مثلا غربي، مش طابع مثلا غربي، مش طابع مثلا غربي ولا حاجه. احنا اعتمدت في التصميمات كلها ان هي الطابع اللي فيها يكون طابع شرقي. طيب برضو عايز اعرف، يعني في بنات كتير مهتمة بالازياء ومهتمة بالموضة وفي الفاشن، عايزين اعرف ايه اكتر التصميمات في خريف 2011 اهتمتي بايه اكتر، الحاجات الاكسسوارات في اللبس؟ بص، هو انا عموما عامله السات كله، يعني بعمل الموديل مثلا الدريس، كنت عامله دريسات كلها منزلاهم، عاملاها بالباج بتاعتها، عاملاها بالاكسسوري بتاعتها، بالسكارف بتاعها، يعني واخدها كلها بقى. خليني اتكلم على امينه اكتر. عايزه اعرف انت بداتي المجال ده ازاي؟ امنيه، اتفضل. هي البدايه بتاعتي كانت بالظبط من سنه. ابتديت ان انا كنت بعمل حاجات اكسسوارز، ما كانش تصميم ازياء قوي، كان اكسسوارز للملابس. ده دراسه ولا دي هوايه؟ لا، هوايه 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 واطلاع. وكان نفسي ان انا اعمل حاجه، واعمل حاجه مميزه شويه، فعشان كده اتجهت للشغل الشرقي. ابتديت اعمل مثلا الشنطه معاها الحزام بنفس الستايل، نفس الوحده، ومعاها الاكسسوري بنفس برضو الوحده. يعني مثلا استخدمت القماش اللي هو الفلاحي، عملت منه الشنطه والحزام، وفي نفس الوقت برضو عملت الاكسسوري من نفس القماش. طب ليه الشرقي بالذات؟ يعني ملاحظه انت الشرقي، الشرقي او حبيتي تبعدي؟ لان احنا تقريبا ثقافتنا دلوقتي بقت مختلفه عن الشرقي، الجينزات والحاجات الغربيه. اشمعنى اخترت الشرقي بالذات؟ يعني عشان يبقى تغيير. خدي بالك، يعني احنا دلوقتي لو نزلتي وسط البلد او نزلتي اي محلات هتلاقي الحاجات كلها شبه بعضها. انا حبيت لما اجي اعمل حاجه، اعمل حاجه مختلفه خالص، بحيث ان انا اتميز في حاجه. امنيه عملت حاجه مختلفه، ما بقاش عملت برضو نفس الحاجه اللي موجوده اوريدي في البلد. يعني طب هزود ايه فيها؟ طب انت عامله كل تصميماتك للمحجبات بس ولا للبنات المحجبات وغير المحجبات؟ بص، هي انا لما صورتها صورتها كلها مع محجبات بس، بس في ناس كتير غير محجبات مهتمين جدا ان هم يلبسوا من تصميماتي. هو الفرق في الموديل نفسه، ان هم مش هيلبسوا السكارف. ممكن السكارف يكون مرتبط بالطقم ولا لا؟ عادي لو ما اتلبسش خلاص مش هيأثر في الطقم او في شياكته او في ارتباطه ببعض؟ لا، مش هيأثر فيه، بس هيبقى محتاج حاجة سادة نفس اللون. طيب أمنية، عايز اعرف اكتر انواع القماش اللي انت بتشتغلي بيه واللي بيحبه، واللي عليه اللي بيحبه الناس وبيبقى عليه طلب كتير وبيريحك انت، بيدي منظر كويس. الالوان كمان اللي بتستخدميها في القماش ده ايه هي؟ اكتر قماش انا بستخدمه اللي هي الاقطان. انت عارفه احنا عموما في مصر او الدول العربيه عندنا الحر صعب قوي، فاكتر حاجه مريحه لينا احنا كبنات ان احنا نلبس الاقطان، حاجه خفيفه ومريحه وفي نفس الوقت ما يعني ما بتحرش الواحد. وغير كده كانت مريحه بالنسبه لي في الشغل، ان انا اعمل بيها، اصمم بيها الشيء، او يعني اخرج الدريس مثلا او الحاجه بصوره كويسه. فاكتر حاجه استخدمتها لحد دلوقتي كانت الاقطان. طب والالوان، الالوان اللي هي كانت في بعض بنات، يعني انتوا قادرة طبعا. في بنات بيحبوا الاحمر، في بيحبوا الاصفر، بيحبوا خليني برضو اضيف كمان سؤال على سؤال عاصم. انا كبنت مثلا، يعني معلش اخرج منها بقى دلوقتي، انا كبنت ايه اللون اللي يفضل موجود عندي في دولابي ما ينفعش ان انا استغنى عنه خالص؟ الاسود والابيض. الاسود والابيض اكيد، ما فيش حد في دي موضه ثابته ما بتتغيرش. اكيد، الاسود سيد الالوان، معروف. انت لو لابسه اي حاجه، يعني انت النهارده لابسه بنطلون اسود، ما اقدرش استغنى عن الاسود. ما تقدريش، بقولك فعلا الاسود احنا ما نقدرش نستغنى عنه قوي بجد، هو والابيض برضه، بس الاسود اكتر. طب برضه سؤال كمان، يعني انا لما بخرج الصبح في الوان معينه انا عندي في دولابي، مثلا ليموني، برتقاني، وفي حاجات بحس انها ما ينفعش الصبح. فانت قولي لي، يعني الموضه السنه دي او الصيف السنه دي واحنا داخلين كمان على الشتاء، في الوقت ده بالذات ايه الالوان اللي تبقى كويسه قوي الصبح، وبالليل ايه الالوان اللي تكون مناسبه؟ اوكي، هو الصبح دلوقتي الموضه كانت عندنا الصيف ده واللي ماشيه معانا في الخريف برضو، اللون البطيخي واللون الازرق الزهري والاخضر الزرعي. طيب الالوان، معلش الاذان طبعا، فاصل سريع ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ونرجع لكم تاني.